مشاهدينا الكرام مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجوية لهذا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 وابرز مميز انطلاقته هي ظاهره الذباب باقصى الشمال وبجهه الساحل الشيل سام في تراجع نسبي في مدى الرؤيه الافقيه ودرجه الحراره عرفت انخفاض طفيف مقارنه بالارقام اللي ميزت 24 ساعه الفارطه درجات حراره ظهر هذا اليوم كانت من بين 20 ل 25 درجه وميزات تقص اليوم نشوفهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما تلاحظوا توسط مؤشرات الهدوء والاستقرار على كامل البلاد بعد تقشع ذباب شلنا فترات مشمسه تخللتها سحب عامه قليله اضافه الى تدفق الطائرات هوائيه في اغلبها ضعيفه الى معتدله وبحر كان هادئ الى قليل الاضطراب بكافه المجالات البحريه خصوصيات قد تستمر خلال الساعات القادمه طقس مغيم جزئيا مع ذباب محلي اخر الليل بالمخافضات بالمناطق المجاوره لسدود والغابات والاوديه ودرجات حراره قليله قد تكون من بين 8 الى 12 درجه بالولايات الغربيه ومن بين 12 الى 16 شرق البلاد خلال يوم الغد ان شاء الله بعد تقشع ذباب اللي قد يميز الساعات الاولى للصباح باش ظهور مجموعه من السحب المرتفعه ودرجات حراره نسبيا تستقر الكل كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجه حرق قصوى المتوقعه بمختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 20 18 بجهه الوطن القبلي بنابل البقري ب 20 ببنزرت و 22 بزغوان بمناطق شمال الغربي درجه حراره تقريبا باش تنخفض الى مستوى 19 في باجه 20 بتبرقه بجندوبه بسليانه و 18 درجه بالكاف بمناطق الوسط نتوقع تسجيل 18 في على بالقيروان 21 بجهه الساحل بسوسه وبالمنستير درجه حراره قصوى تكون في حدود ال 21 22 بالمهديه 20 بصفاقس بوزو قرقنا سيدي بوزيد 20 يتوقع تسجيل 20 بالقاسرين وبمناطق الجنوب الغربي نتوقعو تكون درجه حراره باش تنخفض الى 17 بقفصه 20 بتوزر بيك بلي 22 في قابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه درجه حراره دون تكون في مستوى 21 23 في مدين 21 بتطاوين وبرماده بالنسبه للملاحه والصيد البحري بصواحلنا الشماليه منطقه تيسيرات وخلصون السريح تكون جنوبيه الشرقيه ثم تتجه تدريجيا الى القطاع الغربي سرعتها من 5 الى 15 عقده تتقوى بعد الظهر لتكون بين 15 20 تصل الى مستوى 25 في شكل هبات وراح يكون قليل الاضطراب الى مضطرب بخليج حمات وبجهه الساحل وصولا لمنطقه الشبه رياح من القطاع الجنوبي جنوبيه غربيه الى جنوبيه شرقيه سرعتها من 5 الى 15 عقده تصل محليا الى مستوى 20 والبحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب وبخليج جابس ريح تكون غربيه الى جنوبيه غربيه سرعتها من 5 الى 15 عقده تصل الى مستوى 20 بعد الظهر وراح يكون قليل الاضطراب الى مضطرب بسواحل صفاقس جابس ومدين كالعاده نقدم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه بعض سحب منخفضات 20 درجه بدل بيضاء سحب عامه قليله بالجزائر 18 قد نسجل 21 بطرابلس بالخرطوم اجواء مشمسه مع حراره في مصر 29 ظهرا نتوقع تزيل 21 بالقاهره وبالبقاع المقدسه بالمدينه المنوره نتوقع تزيل 24 29 بمكه المكرمه فترات مشمسه بالدوحه ابو ظبي 23 23, 23 بمسقط 18 بالكويت بعض السحب ببغداد 17 وبالشرق الاوسط سيكون يكون صافي الى قليل سحب مع صعود درجه حراره ظهرا الى مستوى 18 في بيروت 14 بالقدس الشريفه 12 بدمشق نتوقع تزيل 13 باسطنبول مع ظهور مجموعه من السحب العابره وباوروبا بروما درجه حراره تكون في مستوى 17 اجواء بارده بفيينا 4 درجات امطار منتظره بامستردام ببروكسل 11 بجنيف طقس ممطر 11 ايضا بباريس سحب كثيفه بمارسيليا وبشبه الجزيره الايبيريه امطار منتظره بمدريد و17 بلشبونه تطور الوضع الجو خلال الايام القليله القادمه تقص يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد خلال يوم الجمعه طيارة وهي في غلبة مع قطاع الغربي ضعيف الى معتدل وتصل سرعتها الى مستوى ال40 كم في الساعه بالسواحل الشماليه بحر يكون قليل الاضطراب الى تدريجيا مضطرب بالشمال ودرجة حراره ظهرا قد تتراوح من بين 19 الى 23 درجه خلال يوم السبت اجواء مشمسه الى قليله السحب على كامل البلاد تتوصل الرياح في اغلبها من قطاع الغربي ضعيف الى معتدل بحر هذا الى قليل الاضطراب ودرجه الحراره نسبيا في استقرار مواعيد شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله يكون في الساعة السابعة و31 دقيقة وغروبها في الساعة الخامسة و12 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn رقم الموزع الصوتي تنجموا تتفاعلوا معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جاورها اليوم الغد صلاة صبح بداية من وثمانية 58 دقيقة دور منتصف النهار 28 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة إلى سبع دقائق صلاة المغرب الساعة 5 واربعة 14 دقيقة وصلت العشاء بإذن الله في الساعة 7 إلا ربع هكا نكون وصلنا خاتمة نشرتنا ختاما شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء